ترى اللي يعانون من تحريفات هؤلاء حتى علماء إخوان السنة أيضا يعانون. شلون؟ العلامة الكبير السبكي في كتابه طبقات الشافعية اللي هو هذا قدامكم، كتاب طبقات الشافعية، طيب شنو قال؟ نبي نوري الناس أيها المسلمون انظروا ماذا يفعلون هؤلاء في كتبهم. هذا العلامة السبكي يقول في كتابه في صفحة 257 يقول: وقد وصل حال بعض المجسمة في زماننا إلى أن كتب شرح صحيح إلى أن كتب شرح صحيح مسلم للشيخ محيي الدين النووي، ركز معي، وحذف من كلام النووي ما تكلم به على أحاديث الصفات، فإن النووي أشعر العقيدة، فلم تحمل قوى هذا الكاتب أن يكتب الكتاب على الوضع الذي صنفه مصنفه، وهذا عندي من كبائر الذنوب، فإنه تحريف للشريعة وفتح باب لا يؤمن معه بكتب الناس وما في أيديهم من المصنفات، فقبح الله فاعله وأخزاه. فعلا راح نشوف مع بعض هذه التحريفات شلون صارت، اللي الشيعة والسنة ما سلموا من هذه التحريفات من قبل الفئة اللي ذكرها، من هم؟ المجسمة.